الخبر الاول اللي عدنا عرض متابعينا رين بيوتي على نور ستارت بمنزل شوت ستوريات كانت تستهزئ بها بطريقه غير مباشره على نارين بيوتي. طبعا الاشخاص اللي شافوا هذا المقطع يعرفون على شنو احكي بالضبط. فحاليا نور ستارت كما قاعده تنزل مقطع على التيك توك جاي تعرض للهجوم من متابعين نارين بيوتي، مثل هذا المقطع راح احط لكم اياه شوفوه. الكومنتات اللي جتها كانوا يتهاجمون عليه ويقولون انه كلام نارين بيوتي صح، انه يو ار سيك، انه انت مريضه، وانه شنو هذا المحتوى ومن هذا الكلام اللي قاعدين يسبوها ويتهجمون عليها ويحصلون لايكات عاليه. فاكتبوا احباب بالكومنتات تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا، سبب انه هي سبت نارين بيوتي بطريقه غير مباشره وهانتها. ننتقل حاليا لبيسان نارين بيوتي وغناهم ويا بعض وشوي قاعدين يرقصون، فنزلوا شوت ستوريات كانوا يغنون بها ويرقصون. وطبعا المتابعين صاروا يتهجمون على نارين بيوتي ويقولوا لها ان صوت بيسان اسماعيل هو احلى من صوتك، هذا اللي خلى نارين بيوتي انه تنزل شوت ستوريات اساسيه ضايجه، عاد راح تعتزل الغناء بعد ما راح تغني، وانس وبيسان نزل شوت ستوريات يطلبون المتابعين انه يقولون نارين بيوتي او روح نارين بيوتي يقول لها ان ترجع للغناء، طبعا ستوريات كلها عباره عن ضحك راح اعطيكم اياها تشوفوها. يلا شوف احباب الكل على تليفونه، الكل قاعد على تليفونه. اليوم بدنا نولعها، انتظروا الستوريات لانه اليوم انسوا احلى سهره راح تكون. الناس اللي قاعدة تقول صوت بيسان أحلى من صوتك، الله يرحم أيام كنت أعملكم كاريوكي وتحضروني. بسيط، بطلت غني، اعتزل. ان شاء الله نارين اعتزلت الغنى، اعتزلت الكاريوكي، بدناش من شاء الله لازم ترجع تغني. شوفوا يا جماعه لا تقولوا ان صوتي احلى من صوت نارين، بس نارين عندها قدرات يعني مو اي حدا بيقدر يعملها، ما شاء الله عليها، ما بدنا نخسر هاي الموهبه. ارجع الى الكاريوكي بليز. ننتقل حاليا لغايه مروان هو انصاب بالكورونا، فنزل شويه ستوريات كان يسوي بها فحص الكورونا. بالنسبه لسان على السبب فاتوقع انه راح يسافر لتركيا او بلد ثاني، فان شاء الله ما يكون باي شيء وان شاء الله يسافر بالسلامه. يعني احط لكم الستوريات وهو يسوي الفحص شوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا بالله عليك مش الاثنين، لا وارسل لغاية مروان يا حبايب، فهل هو احمد ابو الربط صالحوا بعد المشكله اللي صارت بيناتهم بسبب نارين بيوتي؟ فتيم اللي هو اخو غيث مروان الصغير نزل شويه ستوريات كان يبارك بها لاحمد ابو الربط بسبب انه هو توثق حسابه بالانستغرام، يعني صارت اكو علامه صح يم حسابه اللي هو تعطي نوعا ما هيبه وامان للحساب اكثر، فهو نزل له مباركه. فتتوقع يا حبايب ممكن يكون هذا باب صلح بين احمد ابو الربط وغيث مروان؟ ان شاء الله يا رب. قلت له احباب الكومنتات راح تفرحون بهذا الشيء او لا. ننتقل حاليا ليارا مارو، شنو صار ويا كوكي اللي هي البنيه اللي تصور وياها مقاطع؟ كوكي صار لها فتره ما قاعده تنزل اي شيء على حسابها بالانستغرام ولا تصور ويا يارا، فالمتابعين يسالون شنو صار وياها، فين نزلت هذا الستوري كانت كاتبه بيه؟ اطمنوا يا جماعه كوكي ما طلعت من الفريق، بس هي مرضانه وللاسف راح توقف تصوير معي لبين ما ترجع صحتها وان شاء الله ترجع مثل اول، ما طلعت من الفريق وراح نضل نصور ويا بعض، اطمنوا ادعوا لها بالسلامه، طبعا الله يشفيها يا رب وان شاء الله ترجع لنا باسرع وقت. واخر شيء نختم يا حبايب نارين بيوتي بيسان اسماعيل وانس شايب، فانس شايب فتح شويه بث مباشر عشان يسال نارين بيوتي بيسان اسماعيل اسئله كلش ناريه ومحرجه عن الزواج، هل نارين بيوتي راح تتزوج شخص من كذا وكذا، يعني مواضيع كلش مهمه واسئله محرجه لبيسان اسماعيل. راح احطكم البث كامل حاب اني اشوفه، بس اللي هم الفتره الفقره يعني يسالون بها اسئله ناريه. اليوم انس الشايب حد اول ظهور لنا سوا على السوشيال ميديا، اول ظهور على لايف عندي في الانستغرام. لا عدد لايف السوشيال ميديا كلها اول مره انت مدخل على كاميرا، اول مره مدخل على كاميرا والله. طيب بتعرف انه اول لايف معكم؟ ايه او بتعرف انه انت ما تسب على حدا ونحن باللايف. انا ما اسب انا والله بنتخانق. لا لا الكل على عينه وراسي. طبعا حبايبي شير اللي ما بتعرف واضح بيكون اخوانا نارين. عندي اكثر منك على الانستغرام، عندي اكثر منه على الانستغرام. ايوه اسالونا سؤال، منورين بوجودكم حبايبي اليوم. طبعا نحن بسم الله اليوم عندنا نارين بيوتي وعندنا بيسان اسماعيل، بدنا نسال نارين سؤالين وجابه بصراحه. هذا فيديو يوتيوب ولا لا؟ مشاهدات من غير عشان ما تقولوش انا بدي مشاهدات لك في والله. سؤالين لنارين بيوتي وسؤالين اسئله عاديه. اوكي اوكي والله بضل السؤال الاول لنارين ما في مونتاج. ايه اعطينا
خمس مواصفات من فارس احلامك. أوه. احمد الاحمد. محمد الاحمد. بدي تعطيني بدي اياه اشقر، عيون زرق، اعمى، احول، لازم انت تعطيني. اسمعوا انا بعرف، يكون غني، يكون زنجيل، يكون معه فلوس، يكون ريتش، شو كمان؟ مشهور ونو مش... لا 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 مشهور. لا اول شيء يكون كريم. حل. لا 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 مش كريم، انا حدا كريم. وك مواصفات مواصفات قصده هذا بالشكل. أبيض. اوكي اسمر طبعا. اسمر اوكي. اشقر كمان بيصير. لا احكي بخلص. ما بعرف المشكله. انا هلا احكي لي خمس شغلات وبسام جاي هيك الدور. اوكي انا ك ك ك ك ك ال شو يعني مفسيان ما بقدر اقول. مواصفات احلامك يا نارين بيوتي. وقف خليني احكي. شو رايك تتجوزي عنها؟ قلنا نارين بعدين نيجي. بس كان اسمر طويل شعراته كيرلي. كيرلي جد والله. عيون ملونة. هذا انت عم تحكي عن امور حبيبتي. عيون ملونة. اسمر دقيقة صار مخ يعمل. هاي عم تعمل اعلان لاخوها. نارين انا بسألك بتجاوبيني انا. إيه؟ مش تحكي مع بسكار. طيب يلا اسألي. اسمر شعر كيرلي. ايه؟ طويل. طويل. عيون ملونة. ايه؟ شو ملونة؟ اي لون؟ اي لون؟ تفرق ازرق اخضر. اوكي الشغلة الخامسة. لا مصاري. انا مع مصاري. انا بدي اعطيه المصاري له خليه. يكون رموش طوال. اوكي اغرب مواصفة بحياتي. احلفي والله انه جدد مواصفاتك. والله الرموش كذب تكون دعنا حلوه. اوكي طب لو اجى يعني مستحيل يوم من الايام تاخذي واحد غير هاي المواصفات؟ لا اكيد حاخذ حد غير هاي المواصفات. لا بدنا اللي بتاخذيها خلص. حسب القلب وين بدق. حسب النصيب. قد ايه عمرك؟ قدر الله. يمكن معي. اوكي نارين اعترفت هاي هي المواصفات. ايه. اوكي بسان. السؤال الثاني، السؤال الاول لبسان. لا ايه غير سؤال. اوكي اكيد اكيد. اعطيني فارس احلامك. مواصفات فارس احلامك اعطيها. غير سؤال غير سؤال. السؤال بيحكي لبسان. السؤال لبسان. السؤال بيحكي مين اكثر بنت مشهوره بتحبيها بالسوشيال ميديا؟ قصه شعره شعره. اوكي مين اكثر بنت مشهوره مقربه لك بالسوشيال ميديا؟ انا. اعطينا اسم وليس انت عم تفتن بيناتنا. لا ما بفتن. لا يلا شوفوا سؤال كثير خبيث. اسمع بدك من غيره اذا بدك تجاوبي عليه. لا ما رد علي حدا. قولي انا انا راضي. لا شو انا راضي. بدها تذكر اسم من شخصية. تذكر انا مو شخصية. انا مهمشة. شو انت بتقولي انه احكي انا. ايه احكي انا. الله يسامحك والله ما سمعت. يلا جاوبني. ما قلت انه احكي انا يعني انا حبابي. والله جد شوفوا الموضوع. انا محلك ما بجاوب انه. لا شوفي بدك اسكت عادي بعطيكي غيره. ايه اوكي بس بدي احكي. يعني انا بيسان. خلص كيف بيسان ده بدل لك اياه. بيسان بلشت المثل. اعطيني مواصفه بتكرهيها بنارين ومواصفه بتحبيها بنارين. حلو هاي صفه. اول شيء مواصفه. اوكي مواصفه الاولى صف صوصو. شو 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 اول شغله بتكرهيها وشغله بتحبيها؟ اوكي بحب نارين انها هيك يعني قاعده حلوه. يعني بنت شو بدي احكي لكم. عم تحاول تالف الكذبه. والله يا جماعه انا اخبث واحد بالعالم. ليش بتلف وبتدوري؟ اكثر صفه بتحبيها بنارين واكثر. عم بقول انه قعدتها حلوه كثير حبابه. والله بتعزميني علق يعني هالفتره والله العظيم كثير كثير تعلقنا ببعض. صرنا كل يوم تقريبا نشوف بعض. انا صارت تفهم غلط يا اخوان مش هيك. شو تعلقنا ببعض؟ صفر بتحبيها انت بنارين. والله يعني خلص قولي له اي شيء. لا ايش بتحبه؟ اوكي اللي بكرهه بنارين ما بكره شيء. الله قشعر بدني. انا يعني ما انا عصبيه ما انا انسانه سلبيه. هي ما انا عصبيه. لا انا بعصب هيك وبروق هيك. نارين بيوتي بس دور الجلد. نارين بيوتي. ايه نارين بيوتي لك انس والله حتخانق معه. نارين بيوتي. اوكي نارين بيوتي بيحكي لك السؤال. متى متى اوكي ده السؤال. متى عرسك؟ لا لا السؤالك. زين
اعطينا هي سؤالين. السؤال الاول يعني سؤالين مربوطين ببعض. بس اول سؤال معلش. السؤال انه شو الجنسيه اللي بدك تتجوزي منها ووين راح تسكني باقي حياتك؟ يعني تعملي فاميلي وقناة يوتيوب وتجيبي جنس مولود وهيك قصص ونروح وجينا ونطلع ونعمل فيديوهات ونجيب مشاهدات ونحط على برج خليفة ونولع الدنيا ونخلي لك طول ما احنا سوا ونجيب أصالة تغنيها. احكي لنا بصراحة الجنسية اللي بدك تتجوزي. الجنسية إذا أنا عم فكر إني أجيب أولاد حلوين حتزوج حدا سويدي. وك احنا بدك تتجوز واحد عيونه حلوين واحد اختاري واحد خلص. لا حدا كردي او عربي جنسيه سوري اردني سوري ان شاء الله. بدك جنسيه سوريه؟ ايه انه حدا عربي. يا الله سوريتي هويتي اكيد. لا ما بعرف الله شو مخبي لي بس انه حدا عربي او كردي. احنا ما بنعرف نصر. انت شو حابه؟ انا ما بعرف الله شو مخبي. حسب يعني حسب ما هي. انت شو حابه؟ يفضل كعائله المناسب. كعائلتي بفضل اني اتزوج حدا كردي. انت كرديه؟ انا كرديه. كربانه كرديين. يا كرديه عسى حياتنا للاكراد. اوكي بس يعني ما بتعرف ممكن بنهايه اليوم اتزوج حدا ايطالي سويدي افغاني اردني ما بتعرف. اوكي طيب نارين السؤال اللي بعده بيحكي لك وين ناوي تستمر بحياتك تعيشي؟ دبي. خلاص استقريت بدبي. ما ايه انا مستقره بدبي بس انه اكيد حعيش بين دبي وغير دوله ممكن غير السويد. انا اكثر دوله حبيتي تعيشي فيها دبي. اوكي خلاص. في لا والله تعالي بس علينا. حابين تسالوني يا بس نمرود زي صاحبي لكن كيف هذا اليوم كيف هذا؟ خلاص حبايبي هيك بكون اللايف اليوم خلص. فتحت لايف عشان بس التنين مش محترمة مش مقدمة مش مربية زي اللي يمي. لا 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 ما أحلاها. اوكي احبابي هيك بكون اللايف خلص. حبيت افتح لكم لايف قولي لهم باي اطمنكم انه احنا مش بخير ولا بسلامة وانا كتير تعبان وكتير مخنوق وهيهم قاعدين بيسلوني ومش راضي انبسط. بدي حسابي يرجع. لا شوي بدي ابكي شوي حابكي حبيب الله. بدي حسابي يرجع. وصل يا حبيب نوصلت المقطع. لا تنسوا يا حبيبي امبارح نزلت مقطع على قناتي الثانيه مقطع كلش رهيب رابط الوصف الكل يروح شوفه. وبس جنك فهد زين مخات من القصص. مع السلامه.